وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في دورة المنتجة العربية، وكل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. عدنا لكم من جديد بدرس جديد من هذه الدورة، وهو آخر درس إن شاء الله في الدورة، وهو هدية الدورة يعني، وعمل مونتاج احترافي محاكاة مع موسيقى. ولمشاهدة المثال اضغط على هذا المربع. طبعا أنا بذلت قصارى جهدي لكي أشرح فيه يعني كيفية الدخول والتناسق مع الموسيقى وغيره. أوكي، نبدأ على بركة الله، نروح على برنامج الفيغاس. طبعا قبل أن نبدأ بأي عمل ضروري لازم ما يكون 100% عملنا على مجلد واحد فقط. طبعا اللي بيقول كيف على مجلد، لأنه إذا عملنا العمل كامل في مجلد واحد من أعمالنا يظهر لي مع الملف أو مع الفيديو اللي بضيفه للفيغاس، يطلع لي هنا جنبه ملف إما صيغته VAG أو صيغة PAK أو صيغة SFK. طبعا هذه الصيغة هي تأتي مع الفيديو، يعني ما يشتغل الفيديو إلا مع هذا المستند. وأرجو منكم أن تراجعوا الدروس السابقة لكي تفهموا أكثر، لأني شرحتها في الدروس السابقة. فنبدأ على بركة الله، ننشئ مجلد جديد من هنا. مجلد جديد، طبعا أنشأت مجلد جديد وضفت فيها الفيديوهات كاملة يعني اللي بنضيف فيها المونتاج. طبعا ما هي حكاية المونتاج اللي بقوم أنا فيه؟ طبعا بيكون المونتاج بيكون مثلا ترويج لفيلم أو ترويج لشركة أو ترويج لأي كان. أنا بالنسبة لي اخترت أني أعمل ترويج لهذا الفيلم باتل شيب. عملت الترويج، طبعا جمعت الفيديوهات، يعني جمعت الفيديوهات من الفيلم، الفيديوهات الأساسية يعني واللي تستحق أن تكون في المونتاج كترويج للفيلم يعني. فيعني الحمد لله جمعت وأخذ مني وقت، لكن الحمد لله استكملت التجميع وانتهيت من التجميع وضفت التجميع كامل في مجلد واحد. طبعا الفيديوهات يعني متنوعة، فأنا في البداية قبل أن أبدأ بالمونتاج أسمع الموسيقى. طبعا إذا كانت موسيقى دراما أو موسيقى حماسية أو أكشن إلى آخره. طبعا موسيقى كثير هنا رفقت لكم به في الملف لست تطبقه على الدرس. تمام، الآن في البداية، الآن معنا مجلد واحد، الآن كل اللي بنشتغله في هذا المجلد، مجلد واحد يعني. نسحب الصوت. تمام، هذا هو الصوت. طيب الآن نعمل مقدمة خفيفة، أنا سويتها لو تلاحظوا في البداية. الآن نشوفوا لما ضفت الصوت ضاف لي هذا الملف MP3 SFK. الآن ما بتشتغل هذه في المونتاج أو تستخرج إلا بهذا الملف، إذا حذف ما بتشتغلش. الآن نضيف الصور طبعا مقدمة. طبعا بتكون هذه الصور يعني بنعمل مقدمة، هذه مش مشكلة ولا بياخذ وقت. خلفية نخليها هنا، نشيل الصوت. سمعنا ستوب. طبعا لو تلاحظوا هذه الخلفية لونها ثاني، وفي المقدمة اللي سويتها انا لونها ثاني، بتشوفوا الان كيف. طبعا الفيديو فيكس انا عملت شرح كامل لتعديل الالوان، فاتمنى انتم تراجعوا على الدروس. طبعا هي brightness هذا الشكل. طبعا تلاحظوا لما اجي شغل الفيديو تحركت معي. اوكي، النظر هذه بسيطة جدا. من هنا نعملها add، نشيل لي خلفية بس نحركها قليل، نخليها توازن. تمام، الآن نكرر الطبقة، نعمل دبل كيت تراك، وهذه نعكسها نخليها فوق. تمام، هذا الشكل يعني، حاجة بسيطة لكن تعمل منظر جمالي جدا.
نخفضها قليل، نعدل هنا شوية. اوكي، طبعا المجال مفتوح يعني نقدرش اني الخلفية معينة او اصلا فقط في البداية سنكون شوية يعني نعمل لها بلار مش مشكلة. خليكم على الخط. اوكي، من هنا راديال بلار. اوكي، نعدل في اللون. طبعا نقدر نعطي اي خلفية ونقدر نعدل يعني عليها بدون اي مشاكل. color correction، color correction. نخلي لون اوكي. الان نضيف نص، الأفضل هذه تكون بريفي أوتو. خفها قليل، طبعا والله أخذ وقت يعني بس أنا قلت الفائدة. بس التكست The Battle، طبعا نعمل درس الحركة بس مش مشكلة. نروح هنا، طبعا انا بشتغل موافقة على الموسيقى يعني ما بخرجش عن المجال هذا. نقدم هنا، ممكن نختار اي نص يعني مش ضروري نص محدد، سلالة معينة فقط. لما تلاحظوا بدأت الموسيقى من هنا يعني طيب انا بشرح لكم ونخليها هنا عشان نشوف الموسيقى مع الفيديو. طبعا بدأت الموسيقى من هنا، لو تلاحظوها في الموجات الصوتية، لو تراجعوا درس الصوتيات من هنا هذا المربع. طبعا بدأت الموسيقى يعني تعلو من هذه النقطة، فأنا كفني مونتاج أبدأ من هذه النقطة في أول فيديو. طبعا بتشوفوا كيف الآن نشوف أول فيديو. طبعا أنا سويت مقدمة أول فيديو، طبعا أنا يعني شفت انه يكون هذا مناسب مع الموسيقى، نسحبه لهنا. انا ليش قلت لكم تسمعوا الموسيقى في البداية؟ على اساس اذا سمعتم الموسيقى بتفهموا اي فيديو يمكن انه يتناسق مع هذه ال، طبعا هذا نخفيه او ممكن نحذفه عادي مش مشكلة. تمام، الان نشوف البداية من فين. البداية كانت من هنا. طيب الان نسمع الموسيقى، لا نقدمه شوية. حلو جدا، نعمل له فيد ان. موسيقى ما عجبتني يكون فيد ان. طيب اوكي، بس هذي ممكن اوكي. الآن بداية اللحظة، تمام الآن بداية الموسيقى الثانية بدأت من هنا. نجيب الفيديو الثاني، اثنين نحطه بهذا الشكل ونعمل له فيد، فيد ان فيد اوت. طيب نشوف، ممكن نخلي فيد قليل لان الموسيقى، تمام طبعا هذا ممكن نخلي له هنا مقدمة فقط، نخلي المقدمة. ايوه
لأنه تلاحظوا بنشتغل الآن و وحسي عند الموسيقى هذه، لأنها الأولى كملت من هنا إلى هنا، الثانية بدأت من هنا إلى هنا، تلاحظوا موجة الصوتية. تمام، نشوف الفيديو الثالث. 3 سأعتقد باقي قبل الثالث هذا. طيب طبعا هذا الملف انا اللي عملت منه مونتاج يعني، بس في لقطات كثير يعني انا ما حبيت اني احطها كلها على اساس ما تلخبطوش، ما يكونش الوقت طويل. طبعا هذه في البداية ممكن نحطها يعني، انه في البداية الان بيتكلم عن الفضاء الخارجي، لانه الفيلم اساسا ايش حكايته، انه في كائنات فضائية نزلت من الفضاء الى الارض، فيعني صارت حرب بينهم هو والعسكر ومن هذا الشيء، فانا حبيت ابدا يعني من الفضاء الخارجي وبعدين ابدا بالهبوط طبعا على الترويج، لان انا بنشتغل ترويج الان الفيلم. اوكي تمام، الان نضيف هذا افضل. تمام شوية، تلاحظ البداية من هنا. طيب ما أننا الآن اشتغلنا البداية، يفضل أنه تحفظ العمل على أساس ما يروح شتابك بلاش يعني. طيب الآن الرابع. طيب هذا ممكن نشيله، نحط هذه. اوكي نخليها هنا، باقي فيديو. اوكي طبعا الان انا قد قصقصت الفيديو كامل يعني، انا بحطه الان بسهولة، ولا هو الفيلم طويل لو احطه بجلس اقص الصورة او الفيديو واشوف وين مكانه يعني صعب جدا، بس انصحك انك تقص الفيديو كامل المقطع اللي تشتيه وتبدأ تشتغل. الان الى هنا الموسيقى كانت موحدة تمام، من هنا بدأت تختلف. الان نشوف الفيديو اللي يناسب الاختلاف، طبعا هذا هو يعني كأن الطائرة هذه او المركبة الفضائية سقطت، طبعا محاكاة مع الموسيقى. تمام نشوفه، سنعمل لها حركة حلوة، نعمل لها سلو موشن. اوكي مثلا طبعا هذا الدرس تبع التسريع والتبطيء، وتضغط عليه في هذا المربع انا شرحته من قبل، كيف تسرع وتبطئ الصورة
طبعا مع محاكاة الموسيقى نشوف النقطة اللي هي مثلا مع الضربة ونبدأ نرفع القيمة. نشوف الفيديو اللي بعده، هذا هو. طبعا بيطلع لي هنا في صوتي، انا ممكن احذفه اذا ما اشتيش المقطع. طبعا الستايل اللي اشتغلت الان عليه مونتاج كامل فيد ان فيد اوت، دخول وخروج للصورة. فيديو اثنين ثلاثة عادي مش مشكلة، أهم حاجة يتوافق مع الموسيقى. أبوريكم لأن حركة حلوة جدا ما سويتها. لو تلاحظوا كل مشهد الآن بيجي مع الموسيقى، مثلا أي ضربة يظهر المقطع، مثلا ضربة يظهر زجاج، الزجاج انكسر. فهذا هو فن المونتاج. الآن مثلا تلاحظ الموسيقى، هذا هو اللي أنا أشتري أوريكم هو من أول. هذه هي الفنيات في المونتاج، إنه تخلي الموسيقى تندمج مع الفيديو كأنه فيديو تماما، يعني يخليك أنت مبتكر للأفكار. لحظة الموسيقى هذه نبدأ نعمل الآن فيديوهات متتالية، يعني مش ضروري نتقيد بأي مشهد. الآن نشوف الفيديوهات نرتب، طبعا مش مشكلة المونتاج. انا عملت لها حركة سرعة، بس انا عملت لها حركة حلوة هنا. طبعا السلو موشن اكيد ينفع كثير في المونتاج. السرعة الان هذي فوقنا شوية، بس لحظة عفوا تتبع شوية السلو، يعني عفوا بالضبط حطوا كيف مع الموسيقى مش تمام. طبعا لاني سرعت الفيديو الان الفيديو نقص، الان اصبح هنا نضغط هنا ونسرع. طيب نشوف الفيديو اللي بعده. طبعا هكذا هو المونتاج، يعني تشوف الموسيقى، تشوف المشهد المناسب وتحط ابداعك فيه.
تلاحظوا الآن أنا وقفت الفيديو هذا مع الموسيقى، أنه تبدأ الصدمة مع نهاية الموسيقى الأولى ومع بداية اللحن الأول. ركزوا كيف. ممكن نعملها كذا، نفيد إن نفيد أوت. كذا فيديو ثاني، هذه نخليها سلو شوية. اني خليتها سلو اكيد نقصت، فنقدمها شوية. اوكي طبعا اذا بتقص الفيديو من بداية من قبل ما تعمل مونتاج بيريحك كثير المونتاج، بس فقط توضع الافكار. توضع الافكار فقط وكل شيء بيكون معك سهل ان شاء الله. طبعا هكذا هو المونتاج، يعني ما في شيء. طبعا تلاحظوا لو الان عمل كل ملف ينسخ لي النسخة اللي قلت لكم عليها مهمة جدا، فاتمنى ما تنسوها. لو تلاحظوا انا بمشي مع موسيقى، ف استغليت الوقت انه الان تلاحظوا اللحن الموسيقي بينتهي هنا، لازم اعمل فكرة جديدة للدخول لهذا المقام. ركزوا معي شوية، بدأنا نخرج من المقطع. تمام، الآن ممكن ننهي المشهد، ننهي المشهد الآن هنا، ونبدأ إن احنا نضيف المشاهد الأخيرة. نشوف مثلا، خلاص الآن كملنا نعمل الترويج، نبدأ نعمل المشاهد المهمة. الذي فيد ان فيد اوت. تلاحظوا الانفجار من الموسيقى، يعني شيء جميل. تلاحظوا ام بي سي اكشن كل الترويجات حقها بهذا الشكل، يعني حلو جدا. الان انتهى الفيديو الى هنا. الان نشوف كل اللي سبب هذا الدمار، من هو شخصية طبعا غريبة شوية. لانه تلاحظوا الموسيقى من هنا انتهت تماما. انا عملت هنا فيديو فتحت باب وظهور هذا الكائن، طبعا تتناسق جدا مع هذه الموسيقى. شوفوا الان كيف تكون. نخليها الى هنا ونسحب في الخروج، نخليه ثقيل شوية، ممكن نغير من المود. الان شوفوا، شفتوا كيف؟ برضو الفيديو الثاني ظهور الشخصية هذه. طبعا المونتاج الترويجي هكذا كل افكار، فكلها على حسب يعني افكارك انت وابداعك. شوف تمام. طبعا بقيت الصورة هذه اخر شيء. طبعا اي شيء يضيفه سواء كان صورة او فيديو يضيف لي هذا الملف مهم جدا. طبعا الصورة ممكن مثلا نعمل عليها البوستر، انه بوستر فيلم يعني.
ممكن نحرك يعني في البداية يكون هنا تحت مثلا باتل شيب، تمام، ويصعد للأخير. بس لحظة نشوف الموسيقى، موسيقى نهايتها هنا يعني على فيد فيدين، أساس نشتغل الموشن الحركة بدون أي مشاكل. نمسك نحرك فوق، تمام، نخليها من هنا، ركزوا من هنا نخليها slow ومن هنا fast. ليش؟ بتشوفوا كيف. نركزوا يعني تبدأ سريعة وتنتهي بطيئة، ممكن نقدمها إلى هنا تكون بهذا الشكل، هذا هو الفيديو. طبعا هذا الدرس كان هدية مني لكم، وهو عبارة عن كيف تعمل منتج. طبعا في هنا كلمات تعرفون نسيت بشرحها، كيف الآن تشيل الحقوق، أو مش تشيل الحقوق صراحة، أنا ما أنصحكم أنتم تشيلوا أي حقوق لأي مصمم بالأخص في المنتج. يعني إذا مثلا في كتابة أو شعار، كيف نقدر نحن نتخلص من هذا الشعار طبعا بسهولة جدا. طبعا في فرق بين أخذ الحقوق وطمس أي شعار. أو طبعا نروح من هنا ميديا جينيريشن أو ميديا جينيريتور عفوا، على كلينت باك جراوند أو سوليد كلر، نعمل بلاك. طبعا نحطه في تراك جديد، نعمل مثلا نشتي يكون من هنا بداية التريلر إلى آخره، نسحبه. طبعا الآن تشوفوا خلفية سوداء أكيد، لأن احنا مش ماهناش معدلين الاتجاه. نضغط هنا نسحب لتحت، وعشان الدقة نضغط ونشر بالأسهم لتحت مثلا نخليها بهذا الشكل. طيب الآن ما راحت، راحت مسكين الجزء اللي كان فيه. لا تركزوا، راحت العلامة صح ولا لا؟ نفس الشكل. مثلا إذا في حتى علامة تحت نعمل هنا دبل كيت، نضغط هنا، نضغط عليها، نعمل فليب، عفوا رجلين. اوكي الان اصبحت تحت، شوفوا الظاهرة الان تحت هي، تمام. هذا هو المنتج. فانا انصحكم يعني، طبعا الان بقي تعديل الالوان، طبعا لازم يكون في تعديل الالوان زي ما سويت انا درس في هذا المربع هو تعديل الالوان، وطبعا شرحت فيه كيف تعديل الالوان سواء كانت الخلفية غامقة او فاتحة. تقدر من هنا تضغط في تأثيرات جاهزة تبع البريسيت اللي كان عليها شرح هنا بهذا المربع، وكيف تضيف تأثيرات أو فلاتر سواء كانت من البريسيت مانجر أو غيرها. ممكن نعمل تأثير أكشن، نجي نلاحظ الجو تغير، تلاحظون هذا قبل، هذا بعد، هذا قبل، بعد قبل، طبعا في اختلاف كبير. طبعا معالجة الألوان تكون عليك أنت. أتمنى أني ما نسيت أي حاجة بالشرح. طبعا هذا كان هدية الدورة يعني مني، فأتمنى تتميزوا بهذا المجال كثير. طبعا لمشاهدة الأعمال التي عملتها أنا من قبل وهي محاكاة الموسيقى مثل هذا العمل، تقدر تضغط عليه وتشوفه يعني وتجدد أفكارك. أو مثلا هذا العمل تقدر انك تجدد افكارك منه يعني، وتبدا شو بالنسبه للافكار تكون منك انت شخصيا، تعمل افكار ودائما تكون افكارك متجدده في عالم المونتاج. طبعا هذا كان درس اليوم، واتمنى من كل قلبي اني افدتكم في الدوره، ولا اريد منكم سواء الدعاء ولو بظهر الغيب. واشكركم احبتي، ان شاء الله نلتقي في دوره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.